مهدي عياشي على ميزان السخانة. مهدي، درجة الحرارة 37، عقدة ذا فويس، هل نجم نحكي على عقدة ذا فويس؟ كيفاش باش تحكي عليها هنا؟ ما أنا ناحية. نعطيك تكسير العقدة هذه، إنه الفنان يعمل أغنية خاصة تتجاوز نجاحه في برنامج ذا فويس. أنت بمشاركتك في برنامج ذا فويس عملت مشاهدات على اليوتيوب 7 ملايين، بينما غنيتك المنفردة عملت 1 مليون. يعني أنت اليوم ما كسرتش عقدة ذا فويس. أنت حسبتها بالنومبر دو فيو، يعني بالمشاهد بالجماهيرية. بون، الجماهيرية ماهيش مشاهدة. هذه أنا ديما ضدك في الحكاية هذه، وكتفرج فيك في البرنامج متاعك ديما تقول أنت الجماهيرية تقاس بنومبر دو فيو. لا، نومبر دو فيو بالنسبة الجماهيرية باش تقاس؟ تقاس فعليا ريالمون بصبر الاراء وبالامور اللي يعني تو محبه الناس الفنان مثلا، وانه يوصل الناس، مش خاطره عمل مثلا مليار نومبر دو فيو. المليار هذوكم علاش يكونوا؟ من نجم يكون شاريهم بالفلوس، ينجم يكون مثلا ترونج داج ما بين عباد برونشي ان والعباد الاخرين تقصيهم. السبعه ملايين اللي انت قصيت من 50 لفوق العباد. السبعه ملايين اللي شافوك مشرين بالفلوس؟ لا، مش 7 ملايين اللي شافوني مشرين بالفلوس. انا قلت لك نحكي لك على نجاح الفنان ما يقاسش بنومبر دو فيو. موهبه الفنان وقدراته ما تقاسش بنومبر دو فيو. اي، يقيسوها اهل الاختصاص الاكاديميين. نجاح العمل، اما النجاح الجماهيري يقاس بالارقام، بالمبيعات وبنسب المشاهده. وهذا مصطلح ومقياس عالمي اليوم، حتى كي تحل المجلات نتاع الموسيقى في العالم يقول لك هذا الاكثر مبيعا وهذا في المرتبه الثانيه وهذا في المرتبه الثانيه. هذاك كله افتراضي، خاطر فما شكون ينجم يشري نومبر دو فيو. هذه الاولى. الحاجه الثانيه، انا مثلا امي ما عندهاش يوتيوب، ما تنجمش تدخل يوتيوب. كيفاش هي تحب نوع نتاع موسيقى؟ كيفاش باش تعمل مثلا؟ باهي، يعني تقصيهم انت الترونج داج الكبيره هذيك ولا كيفاش؟ ما نقصيهاش، لكن اليوم ما يبدا فما مقياس ومؤشرات نتاع نجاح. اليوم نجاحك في ذا فويس كان مدوي اكثر من نجاحك لما عملت اعمال فرديه. انا نجاحي في ذا فويس التو فيه في الشارع، يوقفوني الناس وتسلم عليا وتسلم عليا، سورتو الترونج داج الكبيره. وقتاش يجي الموعد نتاع تكسير هالحكايه هذه؟ لانه فما برشا فنانين حتى في برامج موهبه قبل يجي يقول لي انا ما عادش تجبدوا لي على التجربه بتاع ستار اكاديمي. لا، ولا تجبدوا لي، بالعكس انا شيخ، ما عادش نحب نتجاوزها. انا شيخ بها التجربه بتاع ذا فويس اكيد، واضافت لي برشا وعرفت بيا برشا ناس. اما ديما نقول لك الشارع هو المقياس اكثر من اي حاجه اخرى. نجاحك اهم وقت ذا فويس ولا بعد ذا فويس؟ انا ديما قبل ذا فويس ولا بعد ذا فويس، النسق نتاع الاعمال نتاعي والانتاج نتاعي هو نفسه. انا كل عام نخرج اغنيه قبل ذا فويس حتى من بعد. اما النتيجه، رد النتيجه الصديق. لازمني انا ننوع من الستيل اللي قاعد نقدم فيه باش نجم نطلع في نومبر دو فيو وندخل اكثر للدوره اللي حاجتها بها الناس في اعمار مختلفه. درجه الحراره 38. باهي، علاقتك برغبة علامة؟ والله علاقتي برغبة علامة يعني علاقة فنان كبير رغبة علامة، يعني هو بيدو ضرب الكوفيد، يعني هو وقت اللي ربحنا في ذا فويس، يعني ربح اكيد، يعني ربحي انا هو ربحه هو. استثمر وقت اللي جاء لتونس، استدعاني وقتها في عيد الحب 2020، ومن بعد هو بدو تضرب بالكوفيد. ما بقينا باتصال على الانستغرام، مثلا عيد ميلادي، عيد ميلاد، ومثلا عزاني في والدي، عيد ميلاد ولده وقتها، كل عام هو بخير. يعني فما تجاوب، فهمت؟ ما عمليا في النطاق المهني مازلنا ما لقيناش الثنيه. شكون استفاد اكثر؟ راغب علامة استفاد أكثر من مهدي عياشي، ولا مهدي عياشي استفاد أكثر من راغب علامة؟ ما فماش في أرض الواقع بلاصة تجمعنا باش نقول شكون استفاد أكثر. هو لما جاء قلت انت استغلك النجوميه اللي موجوده عندك في تونس باش عمل معك حفله. انت قلت استغل النجوميه هذه، انا نجم نقول انا سدعاني مثلا يقول لك انا نجحت في البرنامج هذاك. استثمر. اي، استثمر ومن حقه ابريتو، يعني
ما تضرنيش انا تفرحني حكايه كيما هكا. علاش ما شفتكش من بعد في حفلات اخرى مع؟ والله كان ما نجمش يعني نقترح عليه نقولوا انا كل ما تجي لتونس يعني نعمل معك كونترا يعني نطلع معك ولا تمشي لمصر تهزني ولا ما نجمش. هذا اش معناتها الدعم او صوره من صور الدعم؟ والله الدعم نجم نعطيك انا سكوب. الغناء الاولانيه اضحك مع مين كان هو اللي توسط فيها مع بلاتينيوم ريكوردز. دونك هاكا هو قاعد يحاول من شيرته. من يقول لك الإطار العام ديما الكوفيد هو معطل الأمور. درجة الحرارة 39. اليوم مهدي في مرحلة جديدة، هل ستعود للزيارة؟ أنا تسألني السؤال هذا وديما نقولي أنا موجود في الزيارة، أنا ولد الزيارة. ولد الزيارة، أما بعد العقد ما عادش مسموح لك قانونيا باش تكون في الزيارة. أي مو أنا إيش قلت لك؟ أنا ديجا قلت لك العقد يا خو يعطي شوية، وأنا موجود في الزيارة كضيف شرف، نجمش ندخل على جمهور الزيارة خاطر بالحق هذوك من الناس، هذيك القاعدة الجماهيرية الأولانية اللي دعمت وصوتت ودزت. كنت تغني في الزيارة بالسرقة؟ مش بالسرقة، لا لا، كيفاش نجم نطلع قرطاج بالسرقة؟ نجمش. على الشركة ونهبط لي ستاتيو ونهبط لي ستوري وشوفوا ما... كانوا يمنعوك أنك تهبط لي ستوري؟ لا لا ما 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 قلقونيش الحقيقة. ما يقولولكش لا؟ جبت الزيارة لا لا ما قلقونيش، لا قلقونيش. علاش؟ خاطر تحطيت في محط اخر في الزياره، ما عادش كيما قبل كنت نقعد، وليت ندخل كضيف شرف، نقدم الغنيتين اللي معروف بهم في الزياره ونخرج على روحي. وتو انك ترجع تقعد مع الزياره؟ والله نحن لها الحقيقه. اما انا تو اتجهت اكثر انه الكارير سوليست، دونك اذا باش نكمل مع الزياره باش نكمل في الوضعيه هذه اللي انا نقدم الغنيتين ونخرج على روحي. شو رايك في الديسكو العربي؟ هذه 39 باقي 39 مازلنا في 39. مهوية عندك الأمور. منسمة. شنو رأيك في الظاهرة متاع ديسكو العربي اللي ياخذوا صوتك وأغانيك متاع الزيارة الناجحة ويحطوا عليهم نوع من الإضاءة وكوريغرافي ويقدموهم في الحفلات الخاصة والعامة؟ والله أنا ضد في حاجة برك، أنك مادامك عملت كونسيبسيون جديدة، أعمل كونسيبسيون ميوزيكال جديد. مادامك أنت عملت الشو، علاش تستغل في صوت موجود وحاضر؟ خاطر تستغل انه محبوب وواصل للناس، دوك تستسهل. انا ضد استسهال، اللي يحب يخدم عمل دو ا زد يزيد ويعمل ان بلوس. كيما عملت الزياره برشا ظلموها وقالوا استنسخت من الحضره وزادت وفرضت وجودها بالاضافات وبالموجود. انا نعطيك اكزامبل، مثلا را صوتي انا مثلا في شو اسمه هو قلت لي الديسكو العربي، مثلا صوتي موجود في الديسكو العربي. انا اكد لك اللي انا اكثر فنان في الخمس سنين الاخرانيين موجود في فرحات الناس، واكثر فنان موجود في الخمس سنين الاخرانيين ما تقاضيتش فلوس. نجم تقارني بجماعه تشوف لي حل بالضبط، يتعداوا في الوطنيه سنين، عندهم سنين وسنين وسنين وحالتهم الماديه تعبه. يعني اكثر فنان يتعدى وافقر فنان، والحمد لله. نهويو شوية. مهوية ديجا، مهوية. فما غنيات باهين برشا غنيتوهم ساعات في الزيارة. هاي. ومن بعد في الاختيار فضلتوا يا ليلة جيتك بدخيل. فرضوا رواحهم أغاني هذوكم، فرضوا رواحهم. حتى الآخرين فرضوا رواحهم. وسيدة نغارة. هاي. فما غنيات أخرين غنيتوهم من تراث بن زرت مزيانين على الآخر. صحيح. وعليهم هيا رميمة. وعليهم هيا رميمة. وكيف كيف بابا سالم يا حرار. ايه صحيح. فما ميكروب حداك. ايه. واستثنائيا انت باش نعطيك الاستثناء. استثنائيا انك باش تتحرر من كرسي السخانة. وباش ترجع له في درجة الحرارة. أول مرة يظهر كرسي السخانة واحد يهوي في كرسي السخانة. يهوي باش تهوي في كرسي السخانة. نهوي يا سيدي على خاطرك مسير. يلا. مرتاح كرسي حتى الكومنت. مرتاح. باهي. درجة الحرارة 40. يا ربي تستر، يا ربي تستر، يا ربي تستر. شنو علاقتك بالفنان مرتضى الفتيتي؟ مرتضى فنان يحقق في نجاحات، يخدم على روحه وربي يعينه. ما عنديش بيه علاقة يعني، ما نعرفوش في الدنيا يعني، قابلته مرة في تصوير حلقة وربي يعين. قابلته في تصوير حلقة مع بعضكم؟ اي عندي عليه لوم كبير بون، خاطر ما نعرفش جا في حلقه في حصه من الحصص نتاعك، قال لي انا ما عجبتوش ابارامون ديو عملته معاه
ومشيت للريجي باش نحي وانا بوجهين و... عطوني نفسر لك شنو اللي قال. قال قابلتوا مع بعضكم في سهره راس العام باش تغنيوا اغنيه الليل زاهي. كانت اغنيه ثنائيه. ما كانش ملول اغنيه ثنائيه. اوكي يعني قولي تنقل لك انا بعد. من بعد عاودتوها برشا مرات بيه؟ مرتين ثلاثه. انت روحت و... لكن قبل ما تروح قلت لهم راهو ما تتعداش اغنيه، لانك يمكن كنت حبيت تحرجه فنيا، كنت تعتبره سنه ثالثه دال في الموسيقى وهو متكون موسيقيا، فتفاجأت انه غناها. يمكن غناها بشكل انت ما كانش يتناسب مع كنت شنو كنت تتصوره، وخفت فطلبت انها تتنحى، غير انه هو اصر انها تتعدى وتعديت. كيفاش تحبني نجاوب؟ يعني نجاوب يعني بالنقطه بالنقطه. انا عمري ما دخلت للريجي متاع حتى قناة، ومش من عوادي يعني. أنا أصلاً أنا في الأصل أنا أستاذ موسيقى، يعني حتى واحد كيغني هكا نحاول ندز معاه ونجامله ونطلعه، يعني هذه الوظيفة متاعي الأساسية. وديجا فما برشا من الفرقة أساتذة موسيقى ويعرفوا ما أنت. مش من أخلاقي أني واحد نقوله في وجهه كلام ونمشي نغدره. حاجة أخرى تعدى بحذاك أنت في البرنامج، بعد يظلي بعام من تصوير حلقة رأس العام هذيك اللي تعدت، كان عنا برشا دي زاميون كمان كان نجم يسأل شنو اللي صار. هو تجاوز يعني. حاجة أخرى يعني تعدت ديو، وما كانش ديو أصلا، يعني كنت باش نغني على روحي. أنا طلبوها مني بوسك مزدكي، جيت من The Voice غنية نجحت بها. هو طلب، فرحت انا، قلت يا تيان خلنا نبدلوا لها الهواء نتاعها. خلنا علاش اللي زي ابريتو ماشي غنيت مهدي عايش تراث، غنيتها في ذا فويس، حطيتها اون فالور للعالم العربي. يشاركني فيها مرتضى، يشاركني فيها فنان من الراب، يشاركني فيها بالعكس حاجه اسراء للاغنيه. كيفاش احساسه كان في الاغنيه؟ انا والله من بان نتذكر يمكن احساس مرتضى قلقه، وان شاء الله ما يطلعش هذا صحيح. بالعكس انا اذا باش يكون احساس ممتاز للغنيه راهو اثراء للتراث التونسي، حاجه تفرحني وتشرفني. ما قلتش يعني هذا استنقاص انا، يعني انا يعني ناقص انا ثقه في نفسي. انا كنت لاحظ تسال حتى خالد بن عيسى والاولاد في الفرقه، يعني عمري ما نقول هذاك عمل ولا هات نعاودوها خاطر ما عجبتنيش ولا وان شوت. انا في الحياه ديما وان شوت، تغنيت احساس الاول هذاك هو ما عندي ثقه في نفسي. ما طلبتش انه الاغنيه ما تتعداش؟ مستحيل هذه، كيفاش نطلب الاغنيه؟ باه من حقي لا اخلاقيا ولا قيميا. يمكن فما شكون في البرنامج عمل نميمه؟ هذه اكيد 1000% وسوسه ونميمه. واحد حب يطيح بيناتنا، اللي حب يطيح بيناتنا نقول له راه انا ومرتضى يعني مانيش صحاب في الدنيا باش يطيح بيناتنا. اول ثانيا مرتضى كان ينجم، هو من سوسة كان، وصحابي كل من زيارة جماعة من سوسة عندنا 200 واحد أونامي أون كومان، كان ينجم يسأل بوقتها على سخانتها. علاش بعد بعام يرجع يقول حاجة من ما عندها حتى علاقة بالصحة؟ مهدي بصراحة لما تكلم مرتضى توجعت؟ وجعتني على خاطر وجعتني حاجة بركة، أنه مس من أخلاقي أنا ومن مصداقيتي أنا قدام الجمهور، خاطر هو تبارك الله عنده دي مليون دو فيو. نرجعوا ديما للمقياس نتاع نومبر المشاهده، عنده اكثر مني نومبر المشاهده. مانيش علاش يقول قال في ظهري ورابع دل، مش كلام يعني ما نستعملوش انا الكلام هذاك. لما صار الموقف هزيت التليفون كلمته؟ انا لما صار الموقف هزيت التليفون وكلمت المانجر نتاعو، قال لي مهدي من غير ما تكلموا انت وتكبرها الحكايه تو نتصرف انا، فهمت؟ خاطر ابريتو انا لوجت على نمروه ولقيت نمروه، بعد قلت زيت هو يعني انا المتضرر نمشي نكلمه، انا متضرر من الكلام اللي قالوا ضدي، فهمت؟ ويعني حقه من الاجدر ان نكون مثبت اموره. انا كجيت نجي ورا البوز هادي ونجي نلوج على الكلامات وكل، راني مثلا في مهرجان بنزرت فنان كبير برشا جاء وسلم عليا في اللوج قبل الحفله، وفي وسط الحفله أنا نغني وهو يكتب في ساتيو على الفيسبوك فيه تقزيم للشيء اللي نعمل فيه أنا، وهو يعرف روحه، هو ما سمانيش راه بالاسم في الـ في الـ في الساتيو نتاعو، أنا احتراما فيه مش باش نسميه، مي
كانوا هو يعتبر الشيء ذي يعني نقد من فنان كبير عنده تجربة. الفنان صغير في بداياته ما يستعملش عبارات كما مثلا أحد عصافير اسطح وكذا، فهمت؟ أنا نجاوب سيرسان، نجاوب الخدمة، الحمد لله شرفت بلادي، الحمد لله يعني قاعد نحط في سقية ونحب نعمل بصمة في الموسيقى التونسية. الفنان هذا الفنان هذا نقل من تونس باش يجي يتفرج فيك باش يسبك؟ والله ما نعرفش هذه، ما عنديش التفاصيل. أنا شفت ستاتيو بيت الله يرحمه سين باكوش، قال لي ما تجاوبوش، وخذيت 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 بخاطر أستاذي الله يرحمه. سميك عصفور اسطح؟ لا، قال أحد عصافير اسطح، والله نسيت بالضبط العبارات شنو، ما نجموش نصنفوها في خانة النقد البناء، وإلا ممكن قدح وتقزيم. ميرسي بوكو، جو تيم بوكو، يعرف روح. درجة الحرارة 41، تعديت معانا في رمضان في سهرة السبت يوم وفاة الوالد. بوك أقرب إنسان ليك توفى بالكورونا وأنت في التلفزة تغني وتشتح وعامل جو. أكثر من هكا انعدام مشاعر ما فماش. هذي سمعتوا الكلام هذي، خطر بابا توفى نهار 14 أفريل 2021. الناس ما تعرفش اللي الحلقة تتصور قبل بثلاث أيام. قبل بثلاث أيام هو تفرهد شوي خطر كان كوفيد. عشان نقول لك أنا من أكثر الناس اللي ضرت بالكورونا، خسرت أستاذي سين باكوش، خسرت بابا وخسرت جدي، ودخلت في ديبريسيون بالحق وتعبت برشا، ومع الضغوطات المهنية اللي ما نجمش نخرج أغاني والعقد والظهور وكل دونك بالحق يعني من الناس لمتني. فما شكون الناس اللي ما تعرفش اللي أنا نصور قبل بثلاث أيام، قبل بثلاث أيام هو تفرهد شوية، حبيت ان نفرحه انا ونهزله المورال نتاعه كمسي يتفرج في ولده النهار هذاك. مي الله غالب، الحلقه تعديت نهار اللي توفى هو، دونك انا ندفن في بابا والناس ماشي في بينهم يعني نضحك وشيخ ونغني في واحد. مي كمان انا اعطيته اوماج كبير، اغنيه هي غنيه لبابا، هديه من الفنان الكبير لطفي بوشناق، كلمات الشاعر الكبير صلاح الدين بوزيان، ونحب بعد اذنك نقول منها شوي خاطر تمس الاولاد بربي. دو دومي في الناي هكا شويه، احتراما للوالد لازم ينقفل هذا. مازال عطفي ملامحك مازال، رحمة وغيث من السما نزال. مازال عطفي ملامحك مازال، رحمة وغيث من السما نزال. بابا يا نخل الظلي، بابا يا شجرة فيلي، بابا يا نخل الظلي، بابا يا شجرة فيلي، عينيك محرابين في أنصالي، وصوتك اللي في جوانحي جوال، برنوس عزة على كتافي مدلي، والجود انت وانت وسع البال، ومازال زرعك واعد، ومازلت في دروب الحياة تجاقد، ومازلت ثروة بالعقل والساعد. ومازال نجمك في سمانة صاعد، لنقول بابا كبر ولم تقاعد. الله يرحمه، يعيشك يا هادي. الله يرحم الوالدين اللي توفوا بالكورونا، والله يرحم
والله يخلينا تاج فوق ريوسنا ابائنا، واللي بالحق الغنايه تنجموا تلقاوها على شان يوتيوب نتاع مهدي عايش. هذه جات بعد اضحك مع مين يعني بعد ذا فويس كرساله وكاوماج للبو الحي والى المتوفي. وربي يخفف عليك يا بابا. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يرحمه ان شاء الله في الجنه. باش نرجعوا للمسرح باش تغني لنا زوج حاجات شرقيه. صحيح. مغرم جد نخلة وجوليا بطرس يا أسس يا أسس. دونك جو مروان خوري وجو زياد بطرس بصوت مهدي عايش. مهدي عايش، بطلت من التعليم ولا ليه؟ لا ما بطلش من التعليم، مازلت نقري. أنا توا كنت في وزارة التربية، كنت قري في راس جبل تربية موسيقية، وتوا يعني عملت ديتاشمون من وزارة التربية لوزارة الثقافة، وتوا حاليا مدير كونسرفاتوار نتاع بن زرت. رجعت من ذا فويس اي للقسم؟ رجعت من ذا فويس اي. قعدت ديجا انا كي وقت اللي تعدات الحلقه نتاع الزاهي هذيك، انا وقتها في تونس قعدت شهر، بعدك عاودت رجعت باش كملت الباركور نتاع ذا فويس. بالحق حاجه اكسبسيونيل. شو الشهر كيفاش عديته هذاك؟ والله شهر عديته في السيلفيات مع تلامذتي، نحب نحييهم في راس جبل وقت في الكوليج. وليد ستار في الكوليج. انا من قبل ستار، خاطر تعرف انت ولد راس جبل وتعرف اللي يحبوا السلاميه ويحبوا الزياره ويحبوا الحضره، دونك يشوفوني في الحضره وفي الزياره يشوفوني شيخوا عليا، فهمت؟ من وقتها من اللي بديت نقري في راس جبل، دونك نحس روحي ستار هكا داخل هكا، يحبوني زملائي وكل شيء، ونحب نحييهم الكل. ما عادش نجم تقري. ما عادش نجم نقري خاصة بعد ذا فويس. علاش؟ خاطر توا تبارك الله صغيرات هما في العمر هذوكم مراهقين ومازالوا، ما تنجمش يشوفوك أستاذ باش توصل المعلومة في نفس وقت أنت ستار هكا واو، الناس الكل تحكي عليك وفي الفيديوهات وفي التلفزة والناس الكل تحكي، خاطر على سخانتها وقتها. دوك العملية البيداغوجية تعطلت، دوك أنا خيرت أني نعمل ديتاشمون، نمشي نشد حاجة أخرى اللي هي بقيت في الموسيقى، اللي نقري في الكونسرفاتوار ريجيونال تاع بنزرت اللي تقريت فيه وكبرت وعشت وتربيت فيه وتعلمت فيه على يد الأستاذ ياسين بكوشي رحمه. ومن بعدك كي توفى هو، دونك خذيت بالنيابة يعني وقفت على الإدارة. إيه إجا معايا؟ نجي معاك. شو نقدم لك تلميذك؟ شو نقدم لك تلميذك؟ عاد غني عن التعريف عاد تبارك الله. نضال؟ عاد نجم نضال، نجم مزيكا. نضال هو تلميذك، تفضل. ايه عايشك. خذ الميكرو، يعجبني برشا الميكرو بالكابل. هذه الاصل والباقي تقليد. هذا الاصل. اخر مره غنيت هكا تتذكر؟ في حفله اخر العام في الكوليج في 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 راس جبل. اخرك به مهدي، باش نعطيك اغاني كلماتهم قدامك، هما اغاني بوب راب، وتحاول تلحنهم وتهزهم لجوك. باهي نضال، اي نبدا. سهلة الحكاية روى. نبدا واي. جانجون. ما سمعونا. ما سمعونا. وما سمعونا، وعلاش ما سمعوني؟ شفت الظلم بعيوني، يا ميمتي يلي عليك حجبوني، مليا الدموع عشفوني والناس ما رحموني، يا ميمتي وما سمعوني. شكروني ماليهم. شوف شو عندك من بعد. اي 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 غنية ميلوديك برشا وحلوة برشا، شوالي أخويا ما شاء الله عليه. بلطي؟ بلطي بلطي بلطي. أنا ماني دوني، أنتو ملينا كارا، الله يكون في عوني والدنيا دوارة، ونسيت اللي نسوني والناس الغدارة، وإنهم الحبوني رأى الحب وسكارة. أنا ماني دوني، انتم اللي غدارة، الله يكون في عوني والناس الغدارة.
هاي وعلى مولانا هاي يلا جربوها نجربوها قالوا لي الثقة قلت كانت قالوا حقيقتنا قلت بانت قالوا لي العشرة قلت هانت وعلى مولانا قالوا لي الدنيا قلت وانت قالوا لي الرجلة قلت هانت من رحمة ربي منش قانت وعلى مولانا قالوا لي الثقة قلت كانت قالوا حقيقتنا قلت بانت قالوا لي العشرة قلت هانت هو على مولانا قالوا لي الدنيا قلت وانت قالوا لي الرجلة قلت عانت من رحمة ربي مانيش قانت هو على مولانا وعلى مولانا وعلى مولانا وعلى مولانا هو بيكم ابتلانا وعلى مولانا وعلى مولانا وعلى مولانا هو خلقنا وما ينسانا وعلى مولانا وعلى مولانا وعلى مولانا هو بيكم ابتلانا وعلى مولانا وعلى مولانا وعلى مولانا هو خلقنا وما ينسانا شو هذا شو هذا حلوة حلوة ننصحك ننصحك أحكي معك لا يخذ الكلمات لا تعطيني كلمات بيه طيب شو نكمله مع الغنية الأخرى صعيبة على خطرها ميلوديك بالقدي وفيها مغنى أوف 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 نوردو يخدم في خدمة حلوة برشا بالحق أغاني أوف. والغنية ذي بالذات نحبها برشا أنا نسمعها ونحبها وان كود كور مساش نغنيها كما هي مساش هادية بالحق فما بعض الأغاني كان يسمحوا لي الناس نحب نغنيها بالتامبر متاعي أنا كان يسمح لي نوردو قلوها كما هي الجمهور شو يحب شو تحبوا يا جمهور خليت لك ميتو ليلي وساني وما غناني يا دنيا يا دنيا من سيت فرانك وخياني والوحش كلاني وغير فانيا هالدنيا لك ميتو ليلي وساني وما جناني يا دنيا يا دنيا من سيت فرانك وخياني والوحش كلاني وغير فانيا هالدنيا يعطيك الصحة نضال ميرسي مهدي مهدي شو عنا جديد؟ جديد به جديد فتك بالحديث فما غناية عملناها على الوضع السياسي في تونس أنا وبون هي مقترح من دالي شبيل محمد دالي شبيل كلمات سيرين شكيلي وتلحين محمد بن صالحة كثروا خطابك يا البي وما لقيت لك شعريس حاروا ضلوعي وجواجية وننكيل ونقيس دونك اخذينا أسلوب هزلي الكريتيك للوضع السياسي في تونس بون هي قديمة من عندها توا 4 أو 5 شهور التالي جديد توا قاعدين حضروا في كوميدي ميوزيكال مغنات اسمها غدا يوم القيامة الكريم ثليبي تأليف محسن بن فيسا عندي حفلة خيرية في 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 فرنسا إن شاء الله في مارس كان سهل ربي مع جمعية أولادنا اللي هم عندهم راديو وغادي وناشتين ونحب نحييهم برشا اللي حرصوا عندي زادة تورني أرتيستيك مع جروب يخدموا تياتر علي وهادي ثابت بروجي اسمه أوروبا شنو آخر شنو آخر عندي بعض الأغاني قاعد نحضر فيهم نتكتك فيهم وفوالا هذا هو هادي يعطيك الصحة في انتظار انه ترجع زادة كيف أكيد. كيف الزيارة ونشوفك زادة في عروض أكيد الزيارة أكيد. ربي يهز علينا الوباء ساعة باش ترجع للزيارة وباش ترجع للنشاط نشكرك برشا مهدي نشكرك انت هادي ميرسي بوكو يعيشك يعطيك الصحة شكرا ليك شكرا نخلي كلمة الختام
كلمة الختام كما قلت يعني ربي يفرج علينا وربي يخفف على بابا وربي إن شاء الله نشوفكم بخير وإن شاء الله الوضع الفني يتحسن شوية وينظروا له بعين الرحمة بالحق خاطر برشا موسيقيين في تونس يعني حتى كان يخدموا حتى كان فما خدمة المشكلة في الخلاص تخلص حتى بعد عامين ومشكلة هذيك دونك كبيرة بلادنا زاخرة 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 بالمواهب وفرونا شوية ظروف العمل نخدموا وننوروا بلادنا وبالحق نصورخوا هو الكلام الصحيح إن شاء الله مهدي عايشي بالتوفيق مرسي المرة هذه عنا 100 مليون للربح باش تربح 100 مليون سهل برشا خذ تليفونك ابعث SMS اكتب فيه حرف A على الرقم 85810 85810 حظ سعيد للجميع كان هذا كل شيء ليلة فكرة سامي فيري شكرا متزارو ميلانو بعد لحظات باش تلقاو برنامج هاش فوت مع زملائنا من قسم الرياضة شكرا لكل الفريق شكرا لكل الضيوف تحية كبيرة للفرقة الموسيقية فرقة مزيكا بقية الماستر خالد بن عيسى نتقابل الجمعة الجاية في نفس الموعد ببانيس كل على خير